السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير ومسره. يا مرحبا والله ومسهلا ترحيب المطر. أمسي عليكم بالخير. وأحب أوجه كلمة لكل شخص أن يحب السلطان أول شيء العذر من الله ثم منكم أني رحت أنا اساوم بالنقاط لاني اشوف انها طبعا هي من حقوقي لكن الحق الاول والاساسي لكم يا محبي سلطان لا من جروب دعمه لا من اللي يدعمونه فانا ما قدمت انا اللهم لك الحمد واثق من نفسي وابشركم النقاط واجد والله اني ابشركم انا شريتها ب 9000 والله ما ادري كم لكن ابشركم أن النقاط فوق عشر آلاف طبعا اسجل كل النقاط اللي تجيني والله لك الحمد مفروض اني ما اعلمكم لكن ابي اعلمكم اني ما قدمت الا اول شيء مرسن احتياجي على الله ثم من واثق من النقاط اللي عندي فيا جمهورنا العزيز ما نستغني من وقفتكم ومن دعمكم ومن اي شيء حتى لو ادعي لك شخص ما تعرفه ولا يعرفك ولا بينك وبينها اي قرابة او ما تعرفه فيستجيب الله دعوته فلا تنسونا من دعواتكم ولا تنسونا من دعمكم اللي ما هو بداعمنا اللي يقدر عليه من اي شيء كان ما نستغني من دعمه بالدعوات فصليط اي الحين ست دباب ماء كلها ثلج ما غير ارشش عمري من البارح <applause> انتم شفتوه لكن الله لك الحمد والله اني اقول انا صادق ما قاعد حبيت امزح معكم لكن والله اني واثق من نفسي واثق من نقاطي باذن الله ان شاء الله دخلنا ان شاء الله نبي نطلع منه وان شاء الله نبي ندخلينه بعد لكن والله اني اقول انا صادق لا تنسونا من دعمكم سواء انا يا سلطان او اخواني اللي يحتاجون وقفتكم ودعم دعمكم فوالله ان اول شيء واخر شيء ان بدونكم ولا شيء حلوه اول شيء ثاني شيء ان بدونكم ولا شيء فوقفتكم ودعمكم لنا ترى والله العظيم انه يفيدنا انا لجاني واحد يتبرع لي في الوقف قال عن سلطان يومي ذاك كله ما في حياتي شخص يدري أن الناس كلهم حوله وملتمين حوله ويدعون له ويوقفون معه فانا والله ما نستغني من وقفتكم ومن دعمكم وجعلني والله ما بتيكم وأبشروا بسعدكم وأبشروا بعجب عيونكم ولا أبطأ بالسيل بعد الا كبره باقي ما بعد من سلطاني شي فالله يجعلني مبتسيكم ويجعل ربي يوفقكم ويسعدكم سعاده لا تشقونها بعدها ابدا وان الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. هذا حبيت اللي يقوله انا يا سلطان وكل شخص يحب سلطان ولكم كلكم يلي اللي سلطان ولا اللي سلطان عندكم من جيز خلق الله. فالله يجعلني مبتسيكم ويجعل ربي يسعدكم، والله ما ودي اطلع ودي اجلس معكم يومي كله دامني اجلس اسولف معكم. لكن عاد الله يوفقنا وياكم ويجعلنا وياكم الموفقين والله يجعلنا وياكم المقبولين عند الله عند خلقه والله يكفينا وياكم شر من في شر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته